بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية للرد على الذين يدعون من دون الله من الموتى ومن الملائكة ومن الأولياء والصالحين والأنبياء، فهذه الآية ترد عليهم في أن الشفعاء يوم القيامة يتخلون عن هؤلاء الذين طلبوا منهم الشفاعة التي لم يأذن الله بها، حتى ولو كان هؤلاء الشفعاء ضللوهم في الدنيا وأمروهم بأن يفعلوا هذا، فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. حتى الشيطان الذي أغوى هؤلاء يتبرأ منه، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فيتبرؤون منهم أحوج ما يكونون إليهم، فدل على بطلان هذه الشفاعة وأنها لا تنفع أصحابها يوم القيامة. ولقد يقول الله جل وعلا، قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، ليس معكم شيء، كما خلقناكم أول مرة. فالإنسان دخل الدنيا وليس معه شيء حين خرج من بطن أمه، ويخرج منها بالموت وليس معه منها شيء إلا العمل الصالح الذي عمله فيها أو العمل السيء، فهو الذي يخرج به من هذه الدنيا. أما الأموال والممتلكات، وأما الشفعاء الذين تعلقوا بهم فإنهم يتخلون عنهم. الأموال تكون لغيرهم ويخرجون منها، والشفعاء يتبرؤون منهم، فخسروا الدنيا والآخرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم في الدنيا من الأموال وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالله جل وعلا وضح للناس، نهاهم عن هذا الشيء ووضح لهم عاقبته، نهاهم عنه، حذرهم منه، وأيضا بين لهم عاقبته وما تؤول إليه، فلم يبق لهم عذر، لم يبق لهم حجة إلا المكابرة أو اتباع الذين أضلوهم من غير علم.
تركوا الكتاب والسنة والحجة الواضحة، تركوا دعاة التوحيد وأقبلوا على هذه الترهات والأباطيل، واتبعوا من لا يصلح الاقتداء، فإنه يتبرأ منهم يوم القيامة. فهذا واضح جدا في أن الشفاعة ليست كما يزعمون تطلب من الأموات ومن الأوثان ومن الأشجار والأحجار، فهي لا تطلب إلا من الله جل وعلا، له الشفاعة، هو الذي يملك الشفاعة وتطلب منه. وأما الذي لا يملك الشفاعة فلا تطلب منه، لأنه يطلب منه ما لا يملك. نعم. وقال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذه الآية من سورة الزمر مثل آية سورة الأنعام. القرآن كله يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ولا يتعارض أبدا ويوافق بعضه بعضا، فالمسار واحد في هذا. جميع الآيات، جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض ولا تتناقض أبدا. فهذه آية سورة الزمر توافق سورة الأنعام. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، هذا استفهام إنكار، استفهام أم بمعنى بل، بل اتخذوا من دون الله شفعاء من الأموات والأضرحة والقبور والجن والإنس، طلبوا منهم الشفاعة على أنها ملك لهم، على أن المطلوبين يملكون الشفاعة من دون الله عز وجل. ولو كانوا لا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، ما يملكون شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يملك شيئا إلا ما أعطاه الله من العلم، من الدين، من المال، من الأولاد، ما أحد يملك شيء إلا بإعطاء الله له. فالشفاعة ليست ملكا لهم وإنما هي ملك لله، ولهذا قال: قل أيها الرسول بل لله الشفاعة جميعا، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء إلا ما أعطاهم الله، ومن ذلك الشفاعة. ولا يعقلون أيضا، لأن الجمادات أشجار وأحجار أو أموات فقدوا إدراكهم في الدنيا صاروا موتى، لا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الأمر واضح في هذا جدا، لكن هؤلاء أعرضوا عن القرآن واتبعوا القصص والحكايات والخرافات والمنامات ودعاة الضلال والتقليد الأعمى. أما القرآن فليس له عندهم إلا أنهم يقرؤونه للتبرك أو للرقية أو للتأكل به في المحافل، ها هذا اللي يقرؤون القرآن. أما للعمل والتدبر فقليل، قليل من الناس أن يقرأ القرآن قراءة تدبر وعمل واتباع، قليل من الناس. ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم إذن لمن الملك إذا كانوا لا يملكون شيئا؟ الملك من هو له؟ قل لله الشفاعة جميعا، جميع الشفاعة لله سبحانه وتعالى، هو الذي يملكها، فتطلب منه سبحانه وتعالى، وهو يأذن بها، هو يأذن بها
إذا شاء سبحانه وتعالى. ثم عمم فقال له ملك السماوات والأرض، له الشفاعة وله جميع الممتلكات كلها لله سبحانه وتعالى، وهو يملك من شاء من عباده تمليكا مؤقتا، ويؤول الملك إلى الله جل وعلا. يموت الإنسان ويخلي الأموال ويخلي الثروات، وين تروح؟ تؤول إلى الله جل وعلا، وهو يعطيها لغيره، يعطيها للورثة ولمن يأتي بعده، تؤول إلى الله جل وعلا. ثم إليه ترجعون، فيحاسبكم على تصرفاتكم وعلى تقولكم على الله بغير علم وعلى تفريطكم. لستم مهملين، يعني أخطأت وتروح فقط؟ لا، لازم تحاسب يوم القيامة وتجازى، لك موقف يوم القيامة، تحاسب على جميع أعمالك تصرفاتك وتجازى عليها. ليست المسألة أنك في هذه الدنيا تعمل ما تشاء وتتبع هواك ورغبتك ثم تروح كذا، لا، هذا له موعد وله تصفية حساب يوم القيامة، تذكر هذا. نعم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، هذه الآية الثالثة، يبين سبحانه وتعالى أنه مع هذا البيان الواضح والحجج القاطعة على بطلان الشرك، فإنهم لا يتخلون عن الشرك، لا يتخلون عن الشرك، لأنهم يتعصبون لما هم عليه وما عليه مشايخهم وأهل بلدهم، وتعصبون لهذا رغم وضوح الحجة في بطلان ما هم عليه. ولذلك إذا ذكر الله وحده، إذا ذكر التوحيد وإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يكرهون هذا، تنفر منه قلوبهم. وسبحان الله، هذا واقع الآن، فإنك لو ذكرت التوحيد عند هؤلاء القبوريين والخرافيين والصوفيين أو عند أصحاب التوجهات المخالفة، ذكرت المنهج الصحيح والطريقة السليمة ودعوتهم إلى الرجوع إلى الحق، فإنهم ينفرون ولا يقبلون هذا، بل إنهم يقابلونك بأسوأ الأقوال والاتهامات وغير ذلك، هذا واقع الآن. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بالحساب والجزاء. هم ما حملهم على استمرارهم على الشرك والمكابرة إلا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وأن هناك حساباً وجزاءً وجنةً وناراً، غاب عنهم هذا بسبب الهوى، بسبب الهوى والتقليد الأعمى والتعصب، تغيب الآخرة عن الإنسان المبتلى بالتعصب، إنما تحضر الآخرة عند الذي يريد النجاة ويقبل الحق، هذا هو الذي يستحضر الآخرة. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الآن بعض الجماعات الدعوية التي تدعو إلى الإسلام، لو قلت لهم التوحيد، التوحيد، احذروا الناس من الشرك، قالوا ما احنا منفرين الناس، احنا ما ننفر الناس، احنا نجمعهم، جمعونهم على الباطل، ما هو هذا تجميع؟ هذا تفريق. لا يجتمع الناس اجتماعا صحيحا إلا على عقيدة التوحيد، هي اللي تصفي القلوب وتحصل بها المودة والأخوة بين المسلمين. أما كل واحد على عقيدة فلن يحصل اجتماع أبدا، وإن اجتمعوا في الظاهر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ف
فالاجتماع الصحيح إنما هو على التوحيد وعلى العقيدة الواحدة الصحيحة، هذا الذي يحصل به الاجتماع. فإذا كنتم تدعون إلى الله حقيقة فابدأوا بالتوحيد كما بدأ الأنبياء وكما بدأ المصلحون، ابدأوا بالعقيدة أولاً وقبل كل شيء، هذا هو علامة الدعوة الصحيحة. أما الدعوة الفاشلة والدعوة التي لا تجدي شيئاً ولا تسمن ولا تغني من جوع فهي التي لا تهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة، وتترك الناس على ما هم عليه من الشركيات والبدعيات والمخالفات، هذه ليست دعوة، هذه مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. بالمقابل إذا ذكر الذين من دونه، إذا مدحت هؤلاء المعبودات قلت أنها تنفع وتضر وأن له سر وأن الشيخ الفلاني روي في المنام وقال كذا وأن وأن، وتجمع لهم حكايات وخرافات يفرحون بهذا ويصاحبونك ويثنون عليك يصفونك بالعلم فيفرحون بهذا. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحون بمن يؤيدهم على باطلهم، وهذه صفة أهل الباطل. أما صفة أهل الحق فإنهم على العكس، يفرحون بمن يدعو إلى الحق ويتبرؤون ممن يدعو إلى الباطل. نعم. وقال الله تعالى: فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم، هذا في يوم القيامة، وإذا بعث الله الأولين والآخرين في صعيد واحد لا يغيب منهم أحد ولا يتخلف منهم أحد، فحينئذ تخشع الأصوات للرحمن ولا يحصل كلام ولا من هيبة الرحمن جل جلاله، فلا تسمع إلا همسا خفيا فيما بينه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، هذا فيه جلالة الموقف وعظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن هذا اللغط الذي في الدنيا والخصومات في هذا الموقف تضمحل وتزول، وكل مشغول بنفسه. فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذا محل الشاهد، من أذن له الرحمن، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ورضي له قولا، رضي لمن؟ للمشفوع فيه. الشفاعة لا تنفع إلا أهل الإيمان الذين عندهم شيء من الذنوب يستحقون به العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا لمن يشفع فيهم تنفع الشفاعة إذا توفر فيها هذان الشرطان: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الذين عندهم خطايا وسيئات تستوجب العذاب، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم وإن شاء قبل فيهم شفاعة الشافعين. هذه ضوابط الشفاعة، هل ينادون به ويدعونه عند القبور نعم. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون،
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. الله جل وعلا ذكر في سورة ياسين، سميت ياسين لأن أولها افتتح الله بياسين حروف مقطعة، حروف مقطعة مثل طاء هاء، حروف مقطعة ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حروف مقطعة، خلاف اللي يقولون إن ياسين إنه اسم، وإن اسم الرسول ياسين واسمه طه، ليس كذلك، هذه ما هي بأسماء، هذه حروف مقطعة، فلذلك سميت سورة ياسين. فيها واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذه في الشام، إذ جاءها المرسلون، مرسلون قرية في الشام كانت على الشرك، فأرسل المسيح عليه السلام لهم من يدعوهم إلى التوحيد، مرسلون يعني رسل المسيح عليه الصلاة والسلام، إذ أرسل جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، هذا قول إنهم رسل المسيح، وقيل إنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أرسل لهم اثنين يدعونهم إلى التوحيد فكذبوا الاثنين، فعززهم الله يعني قواهم برسول ثالث يدعونهم إلى التوحيد، قالوا إنا إليكم مرسلون، مرسلون لدعوتكم إلى التوحيد وترك الشرك الذي أنتم عليه، إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذه حجة المشركين، يقولون ما يمكن أن الله يرسل إلينا واحدا مثلنا، لازم يجي ملك من الملائكة، يجي ملك من الملائكة رسول إلينا، أما واحد منا ما نقبل، ما له فضلا علينا، إحنا ويا سواء. هذه كلمة المشركين. فعززنا بثالث فقالوا إنا، أكدوا إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، جحدوا الوحي، جحدوا الرسالة، ما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، تكذبون على الله سبحانه وتعالى. هذا مقالة المشركين مع الرسل، يكذبونهم ويقولون ما يمكن أن تكون الرسالة في البشر، يا سبحان الله، ما يمكن تكون الرسالة في البشر وتجعلون الإلهية في الحجر، أين العقول؟ إذا كانت الرسالة عندكم ما تصلح في البشر، فكيف الربوبية والألوهية تكون في الحجر والشجر والقبور والأموات؟ لكن صاحب الباطل ما ينظر إلى باطله ولا ينظر إلى ما هو عليه. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، أما نحن فعلينا البلاغ. وهذا عام في الرسل وغيرهم من الدعاة والمصلحين، إنهم ما يملكون هداية القلوب، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هداية القلوب تحصل لمن قبل الخير وطلبه، الله يوفقه جل وعلا. أما الذي يعرض عن الخير فإن الله يحرمه، اللي يعرض عن الخير ويكابر الله يحرمه الهداية، وهو السبب في ذلك، هو السبب في ذلك، هو الذي حرم نفسه. فالله جل وعلا لا يضع الهداية إلا في من يستحقها ويحبها، ويحرم المعاند، ويحرم الذي لا يقبل الحق، يحرمه من الهداية عقوبة له. هذا شيء بين وواضح.
وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، هددوهم هالمرة، هددوهم: أنتم ما جيتونا بخير، من يوم شفناكم والمصائب تجينا. هذه طريقة الكفار مع الرسل، تطيرون بهم، وطريقة الفساق مع دعاة الحق، يقولون هذولا بلاوي وهذولا عقد والمجتمع، وهؤلاء سبب التأخر والرجعية، وهؤلاء وقفوا حجر عثرة أمام التقدم، ما أشبه الليلة بالبارحة. يقولون للرسل وأتباعهم هذه المقالة: إنكم أنتم السبب فيما أصابنا من القحط، من الجدب، من المصائب، في حين أن السبب إنما هو أعمالهم، السبب هي أعمالهم، أما الرسل فلا يأتون إلا بالخير، ما يأتون إلا بالخير، وأما الذي سبب لكم هذا فهي أعمالكم. إنا تطيرنا بكم، والتطير هو التشاؤم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، يرجمون الرسل، ولا يمسنكم منا عذاب أليم، هذا تهديد. وكم لاقى الرسل والدعاة من أمثال هذه التهديدات، لأن ما عندهم حجة فيلجأون إلى القوة، هذه عادة أهل الباطل، إذا لم يملكوا حجة فإنهم يلجأون إلى القوة والتهديد. انقطعت مناظرتهم، لم يبقى لهم إلا التهديد: ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالت الرسل لهم: طائركم معكم، أي ما أصابكم ما هو بسببنا، فنحن نأتي بالخير، وإنما أصابكم هو بسبب أعمالكم، طائركم معكم، أنتم السبب، الكفر والشرك والمعاصي هي سبب ما يصيب الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، هي من جهة القضاء والقدر هي من الله جل وعلا، لكن من جهة الجزاء هي من بسببكم أنتم، الله قدرها عليكم عقوبة لكم بسبب أفعالكم. ولو أطعتمونا وقبلتم الحق لما أصابكم إلا الخير. قالوا: طائركم معكم، أي إن ذكرتم تقابلوننا هذه المقابلة بسبب أن ذكرناكم بالله عز وجل في صالحكم، هذا الذي تقابلوننا به، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. في أثناء هذه المجادلة والمخاصمة والمحاورة بين الرسل وبين هؤلاء، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل صالح ألقى الله في قلبه الإيمان، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني يسرع لأجل أن يصل إليهم بسرعة وينصحهم. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم، تعطف، يقول: يا قومي، يا قومي، هذا من باب التعطف، اتبعوا المرسلين، نصيحة لهم أن يتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هل جاءوكم يبون طمع، يبون من أموالكم، يبون دياركم، يبون؟ لا، ما حملهم على هذا إلا النصيحة فقط. كيف تتهمونهم وهم ما طلبوا منكم مال ولا طلبوا منكم ثناء ولا مدح، وإنما ينصحونكم فقط؟ تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هم على هداية، ما داموا على هداية فيجب أن تسيروا خلفهم، لأنهم يرشدونكم إلى طريق الهدى، أما الذي على ضلال فهذا لا يتبع، ضد المهتدون ضدهم الضالون، الإنسان اللي على ضلال لا يتبع، وهذا ما أنتم عليه، أنتم اتبعتم الضالين، تركتم الناصحين.
الذين هم أشفق عليكم من أنفسكم. ثم قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا إقامة للحجة عليه، ما الذي يمنعني أن أقبل الحق وأتبع الرسل؟ ما لي عذر؟ يقول: ما لي عذر في هذا، وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني. هل الأصنام خلقتك؟ هل هي رزقتك؟ الأصنام أنت أكمل منها، هي إما جمادات حجارة أو أشجار، وإما أموات، وإما أحياء ضعفاء ما يملكون لأنفسهم شيئا، ما يملكون شيئا لأنفسهم، كيف يملكونه لغيرهم؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. فالعبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه، أما الذي لا يخلق فإنه لا يستحق العبادة. وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذا استدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية وهو العبادة. وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. ماذا كانت النتيجة؟ قيل: ادخل الجنة. ختم الله له بالإيمان ومات على التوحيد، فقال الله له: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. بعد موته ولما رأى كرامة الله والنعيم: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يتمنى لهم الخير حتى وهو ميت، سبحان الله، يتمنى لهم الخير حتى وهو ميت، ويتمنى لهم أنهم علموا ما علمه من الهداية ومن المصير الطيب بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ماذا كان مصير هؤلاء؟ شوف مصير الموحد ومصير المشرك. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هم أضعف من ذلك، أقل من هذا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة صيحها الملك فتقطع قلوبهم، صاعقة واحدة صوت الملك تقطع قلوبهم في أجوافهم فيموتون جميعا عن آخرهم. حاجة أنه يجيب جنود ودبابات وملائكة وقوات، أضعف من ذلك هم. إذا أراد الله شيء فالبشر أضعف ما يكون، حتى اللي يملكون الدبابات والطائرات والمعدات تراهم أضعف عند الله من البعوض إذا أراد الله لهم هلاكا. ولا تغني عنهم قواتهم ولا معداتهم. هل القوة الجبارة أغنت عن الاتحاد السوفيتي شيء؟ لما أراد الله تدميرهم دمرهم في لحظة ولم تنفعهم قواتهم. ومن قبله قوم عاد وثمود وفرعون والطغاة اللي عندهم من الأبة والملك والقوات ما أغنت عنهم شيئا أبدا. وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم. صيحة واحدة ما يتحملون أكثر من صيحة واحدة لضعفهم. نعم. فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة، أعد العبارة. فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم. هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية، أثبتوا للملائكة والرسل والأنبياء والصالحين
أثبتوا لهم الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى، لا للملائكة ولا للرسل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. والله جل وعلا يقول ولا في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لأن الشفاعة ملك لله وهو الذي يأذن بها للملائكة ولغيرهم. فهم زعموا أثبتوا لهؤلاء الشفاعة المنفية التي هي بغير إذن الله أو التي هي للمشركين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أثبتوها لهم. ولما كانوا ميتين، يمكن النبي أو الرسول أو الولي ميت أو بماثل أمامهم، ماذا عملوا؟ صوروا صورته، يقولون صورته تنوب عنه، فإذا رأيت صورته كأنه حاضر عندك. ولهذا جاء تحريم الصور والتماثيل، لأن الصور هلك بها أمم، هلك بها قوم نوح لما صوروا الصالحين ونصبوا صورهم على المجالس، بعد مضي مدة وبعد انقراض العلماء أتاهم الشيطان فزين لهم عبادة هذه الصور فعبدوها من دون الله. قوم إبراهيم كانت فتنتهم بالتماثيل، ينحتون التماثيل من الحجارة أو يبنونها من الطين ثم يعبدونها، هم يصنعونها ويعبدونها. سبحان الله، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ تعبدون ما تنحتون، المنحوت أضعف من الناحت، فكيف تعبد شيئا أنت الذي تنحته بيدك؟ صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم. ولهذا جاء النهي الشديد عن التصوير وتعليق الصور، لأنها تؤول إلى العبادة. صور المعظمين من العلماء ومن الملوك والرؤساء والصالحين لا يجوز تصويرها للذكريات، تعليقها على الميادين أو في البيوت أو على الجدران، لأن هذا يؤول إلى عبادتها. يجي ناس جهال يزين لهم الشيطان إن هالصور ما علقت إلا لأن فيها سر وفيها بركة، فيزين لهم عبادتها. والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. الآن تقول الناس على التوحيد وفاهمين ولهم عابدينها، ما هو بالنظر إلى الوقت الحاضر فقط، النظر إلى المستقبل، والشيطان حي وحاضر دائما. فإذا مات العلماء ومات هذا الجيل الموحد الذي عرف التوحيد، يجي جيل جاهل فيزين لهم الشيطان عبادة هذه التماثيل وهذه الصور، كما وقع لقوم نوح. قوم إبراهيم هم كذلك يعبدون التماثيل، لأنهم يصورونها على صور الغائبين، صور الكواكب، صور النجوم، صور المعظمين عندهم، يصورونها الصور ويقولون هي حاضرة أمامنا تمثل لنا الغائب، فيعبدونها من دون الله. وهي التي بعث الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإنكارها وتكسيرها وإزالتها، وحصل عليه ما حصل من الابتلاء والامتحان وصبر عليه الصلاة والسلام. في بني إسرائيل، بني إسرائيل لما خرجوا مع موسى يريد خرج بهم يريد فتح بيت المقدس، تخليصه من الكفار، لأن بيت المقدس للمسلمين في كل زمان، هو للمسلمين ليس هو للكفار في كل زمان. وكان المسلمون في ذاك الوقت هم بنو إسرائيل، تخاذلوا وجبنوا عن ملاقاة العماليق، فالله عاقبهم بالتيه، يتيهون في 40 سنة يتيهون في الأرض
عاقبهم بالتيه والعياذ بالله في البر. في أثناء ذلك الله جل وعلا وعد موسى في موعد معين أن يذهب إلى موعد الله لأجل أن يعطيه ألواح التوراة، التوراة مكتوبة في ألواح، تلقاها موسى عليه السلام مكتوبة في الألواح، ألواح التوراة. ذهب إلى الموعد وكلمه ربه واختار معه 70 رجل من خيرة بني إسرائيل ذهبوا معه للموعد. فلما ذهبوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أرنا الله جهرة والعياذ بالله، هذا من تعنتهم. فأخذتهم الصاعقة، أهلكهم الله عن آخرهم بصاعقة بسبب مقالتهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني ما هم صدقين موسى عليه السلام، لازم يشوفون الله بعيونهم، هذا من تعنت بني إسرائيل. أخذتهم الصاعقة. ثم إن موسى عليه السلام دعا ربه أن يحييهم وأن يرجعهم معه لئلا يقول بنو إسرائيل أنه ذهب بهم لقتلهم، فالله أحياهم. أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، أحياهم الله ورجعوا. هذا اللي رجعوا اللي ذهبوا مع موسى وهم من خيرة بني إسرائيل، الذين بقوا مع هارون عليه السلام فتنهم السامري رجل فيهم، وكان معهم ذهب استعاروه من بني من 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 آل فرعون لمناسبات عندهم، ثم إن موسى خرج بهم فارا من فرعون ومعهم هذا الحلي، ماذا يصنعون به؟ ضاقت حيلتهم به لأنه استعارية، وما كيف يوصلونه إلى أهله. جاءهم الطاغية هذا وقال أنا أعطني، فأخذه وصاغ منه عجلا جسدا، صاغ منه تمثالا من الذهب وجعله مجوفا، فجعلت الهوى تدخل من جانب وتخرج من جانب، يصير له صوت، له خوار كخوار العجل. وماذا قال الخبيث؟ قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي، راح إلى ربه وهو عندكم هنا ما يعرف ربه، فعبدوه من دون الله، عبدوا العجل والعياذ بالله. وكان من موسى لما رجع إليهم المشهد الفظيع، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وأنكر على أخيه هارون واعتذر هارون عليه السلام، ثم إنه توجه إلى السامري فوبخه وحقق معه، ثم في النهاية كسر هذا الصنم وأحرقه ونسفه في البحر. فلو كان إلها، الإله لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لو كان إلها هل يقدر أحد يكسره ويذره في اليم أمامهم والعياذ بالله؟ هذا دليل على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حاصل القصة مع التماثيل، وأنها سبب للشرك. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على المصورين، وأمر بإتلاف الصور وطمسها وإخراجها من البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، وأبى أن يدخل البيت الذي فيه ستر معلق فيه تصاوير، أبى أن يدخل حتى هتك وأزيل عليه الصلاة والسلام. فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد، لا سيما صور المعظمين وتعليقها على الجدران ففيها أكبر المحذور، وهو أنها تؤول إلى الشرك والعياذ بالله، واعتقاد أنها تنفع وتضر، كما حصل لقوم نوح وكما حصل لبني إسرائيل مع العجل. نعم.
فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم، تماثيل الصالحين يعني، نعم، وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، إن كانوا غائبين في أجسادهم فهذه صورهم باقية تمثلهم ونتذكر بها شخصياتهم، نعم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفع. وفريق لم يصوروا صورهم وإنما ذهبوا إلى قبورهم، ذهبوا إلى قبور الصالحين وصاروا يبكون عندها ويطلبون ويرفعون أيديهم بالدعاء والاستغاثة ويذبحون لها وينذرون لها. حجتهم يقولون هذه هؤلاء شفعاء، حنا ندري أنه ما هنا رب إلا الله وهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت والأمر بيده، نعلم هذا، ولكن هؤلاء صالحون ونريد منهم الشفاعة. الشفاعة هكذا، الشفاعة لها ضوابط، وهذا شرك أيضا، هذا ما هو طلب شفاعة فقط من الميت، هذا شرك، يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره ويستغيثون به وينادونه ويقولون هذه شفاعة، نعم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، ليشفعوا لنا إلى الله. هل الله جل وعلا أغلق بابه ولازم تتخذون أحد يروح لمه مثل الملوك في الدنيا؟ هل الله لا يعلم حوائجكم حتى توصل له واحد؟ هل الله جل وعلا لا يقدر على قضاء حوائجكم؟ الله جل وعلا أمركم بأن تدعوه مباشرة، ادعوه مباشرة، تضرعوا إليه وهو قريب مجيب، يسمع دعاءكم ويقدر على إجابتكم، وليس بحاجة إلى من يشفع عنده ومن يخبره ومن، نعم، كما عند الخلق، نعم. وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وقالوا نعم، مثل قوم نوح صوروا صور الصالحين، ولما بعث الله نوحا عليه السلام وأنكرها عليهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين ماتوا وندموا عليهم فصوروا تصاويرهم ليتذكروهم بعد موتهم، جاءهم الشيطان فيما بعد فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، عند ذلك بعث الله إليهم عبده ورسوله نوحا عليه السلام فأنكر عليهم ذلك، لكنهم لجوا في عتوهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الفتنة إذا أشربت القلوب فإنها صعب التخلص منها، كما قال في بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، نسأل الله العافية، نعم. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها، قال الله تعالى هذه الشفاعة وهي طلب الشفاعة من غير الله، طلبها من الأموات ومن الأشجار والأحجار، هذه الله جل وعلا أبطلها وأبطلها رسله، نعم. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها، كفرهم بها، قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجتهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى هذا شركا ونزه نفسه عليه عنه، وهم يقولون إنه طلب شفاعة فقط، والله سماه شركا ونزه نفسه عنه،
وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليهم بالكفر والكذب وهم يقولون هذا أنت شفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء كما قال ابن عباس في صحيح البخاري أنها أسماء رجال صالحين ما في قوم نوح ماتوا في سنة واحدة فندموا عليهم فجاء إبليس وقال لهم صوروا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم فصوروها ونصبوها على مجالسهم. كان العلماء موجودين فلم يتمكن الشيطان من أن يأمرهم بعبادتها فلما مات العلماء ولم يبق إلا الجهال جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوها إلا لطلب البركة وطلب وبها كانوا يسقون المطر فقبلوا منه هذا الكلام لجهلهم عبدوها من دون الله عز وجل. فالشيطان نظره بعيد لعنه الله إذا ما قدر يظل هالجيل ينظر إلى الأجيال القادمة هو يؤسس الشر أولا يركز الشر أولا ثم يتطور فيما بعد. نعم. فلا نغتر نقول لا إحنا نعرف التوحيد وإحنا الحمد لله ونشأنا عليه وعندنا كتب وعندنا علماء يجي ناس من بعدنا جهال والعلماء يموتون البقاء لله سبحانه وتعالى فلا يجد الشيطان من يقاومه فحينئذ يتسلط على الناس. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه مشهور في كتب التفسير الصحيحة وكتب الحديث كصحيح البخاري وغيره. نعم. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد وبملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة الأنبياء جميعاً وهي التوحيد فمحى هذه الأصنام كسرها وكانت كثيرة في أرض الحجاز على الكعبة 360 صنم وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة وهبل في مكة وفي كل بيت صنم في كل بيت من بيوت مكة صنم يعبده أهل ذلك البيت وحول مكة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هدم هذه الأوثان وطهر البيت العتيق منها لأنه جاء بذلك عليه الصلاة والسلام حذر منها غاية التحذير. نعم. ومن ذلك أنه نهى عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك. أول وسيلة عملها إبليس مع قوم نوح وهي تصوير الصور ونصبها على المجالس وإن كانوا لا يعبدونها في ذاك الوقت لكنها وسيلة للمستقبل. لاحظوا هذا وسيلة للمستقبل فنصب الصور على الجدران أو على الميادين هذا وسيلة للشرك فيما بعد. حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبر أو عند القبور وإن كان المصلي يصلي لله لكن صلاته في هذا المكان وسيلة في المستقبل إلى الشرك بأن يعتقد في هذا القبر ويشوفونك تصلي عنده وتردد عليه ويظنون أنه ينفع ويضر فهذا وسيلة إلى الشرك
الرسول قطع هذه الوسيلة فنهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد يعني مصليات. نعم. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم. المصلي يصلي لله ولا يستشفع بالأموات، لكن صلاته في هذا المكان وسيلة إلى الشرك في أن يقتدي به غيره، فيقول أنه ما صلى في هذا المكان إلا لسر في هذا المكان، يكون هذا وسيلة إلى الشرك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك، حتى ولو كانت الوسائل طاعة ومباحة في حد ذاتها، لكن إذا كانت تؤول إلى الشرك فهي محرمة، وكل شيء يفضي إلى الحرام فهو حرام، لأجل سد الطريق إلى المحذور. نعم. وسد الوسائل هذا قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، مثل لها الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان وفي إعلام الموقعين ب99 مثال سد الذرائع. فيها الآن من ينادي ويقول لا، أنتم تسرفون بسد الذرائع، خلوا وسعوا للناس، وسعوا للناس ولا تضيقون على الناس، والذرائع ذي ما لها أصل ولا تسدون على الناس. هذا رد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول مخطئا حينما نهى عن الصلاة عند القبور، يقول لا ذولا ما يقصدون إلا خير. ولا الرسول ما نظر إلى أنهم يقصدون أو ما يقصدون، نظر إلى المكان الذي يصلى فيه وهو عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله في المستقبل. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الصلاة إلى القبور يعني استقبال القبور بالصلاة، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها من دون الله. نعم. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه، ولا تمثالاً إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث علياً يعني أوصاه، بعثه يعني أمره وأوصاه، وهي وصية لكل مسلم، هي خاصة بعلي، وصية لكل مسلم ولكل عالم من العلماء ولكل ولي أمر من المسلمين، وصية للجميع. قال لا تدع قبراً مشرفاً يعني مرتفعاً إلا سويته يعني أزلت ارتفاعه. ولذلك كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه كانت قريبة من سطح الأرض، ما هي مرتفعة، يرفع القبر قدر شبر مسنم من أجل أن يعرف الناس أنه قبر ولا يطؤون عليه، ولا يزاد عن شبر، ما يزاد عن شبر، فإن زاد فإن الزيادة تزال، لأن الرسول أمر عليا بتسوية القبور المرتفعة. لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا عن المشروع إلا سويته يعني أزلت ارتفاعه سدا لذريعة الشرك، لأن الناس إذا شافوا القبر مشرف ومرتفع قالوا هذا قبر صالح من الصالحين أو نبي وفيه سر من الأسرار، فأقبلوا عليه يطلبون منه الحوائج كما هو معروف. ولا تدع صورة إلا طمستها، إيش علاقة الصورة؟ علاقتها أنها وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك كما سبق ووقع من قوم نوح، فالرسول أراد سد هذه الطريقة، فعلي رضي الله عنه نفذ هذا وبلغه للناس، قال لصاحبها بالهياج الأسدي التابعي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، رواه مسلم. نعم.
ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين. لعن المصورين، واللعن يدل على الكبيرة، يدل على أن كبيرة، فالمصور ملعون. لماذا؟ لأنه يضاهي خلق الله عز وجل ويحاول أنه يخلق مع الله، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الصور هذه في المستقبل يخشى منها تعلق القلوب بها، لا سيما إذا كانت صوراً لذوي الشان من العلماء والقادة والرؤساء والملوك، فهي أقرب إلى الفتنة والعياذ بالله. نعم. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها، أخرجه مسلم. نعم. فهذا ليس خاصاً بعلي، ولذلك علي رضي الله عنه أمر به أبا الهياج، وأبو الهياج بلغه للناس، دل على أن هذا وصية لكل عالم وكل مسلم أن يقوم بهذا العمل. نعم. لكن إن كان العالم أو المحتسب له سلطة فإنه يزيل هذا بيده، أما إذا كان ليس له سلطة فإنه ينكر بلسانه ويبين للناس أن هذا الشرك أو وسيلة إلى الشرك، ولا يزيله بيده حتى يكون له سلطة أو وراءه سلطان يحميه، وراءه سلطان يحميه. أما هو يروح يهدم القبور وهو ما له سلطة ولا له ولي أمر يحميه، فهذا يحدث فتنة وشر، وتعاد هذه أحسن مما كانت من قبل. لا يجوز أن على طول نروح للقبور ونهدمها ونكسرها، هذا يحصل منه شر، كما تعلمون ما حصل في العراق وقت قريب. فهذا الذي فعل هذا الفعل أنا أشك أنه من المسلمين، وإنما هو من الكفار، فعل هذا لأجل يوقع الفتنة بين العراقيين ويشب الفتنة بينهم. وإن كان مسلماً فهو جاهل، هذا جاهل، وليست الغيرة وإنكار المنكر بهذه الطريقة، هذا لا يقوم به إلا ولاة الأمور والسلاطين الإسلام، هم اللي يقومون بالتنفيذ. أما العالم فوظيفته البيان، وظيفة العالم البيان والدعوة فقط. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يمر على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في العيينة أو في عقربة، يمر عليه والناس حوله يدعون ويضجون ويقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، ولا يزيد على هذا. فلما بايع الأمير وصار الأمير معه وناصره، جاء وهدمها بيده، والأمير وجنوده واقفون يحمونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن في هذه البلاد لا يوجد لدينا شركيات في العقائد، وإنما يوجد بعض الأقوال الشركية وبعض المعاصي والتقصير، فهل الواجب أن نرقق قلوب الناس بالمواعظ حتى يستقيموا على الطاعة، وهل هذا من منهج الدعوة؟ أول شيء نفيك أنه لا يوجد الشرك موجود، لكنه الحمد لله ما هو ظاهر، ولا فيه من يتعلق بالأموات ويدعو إلى ذلك فيه، ولكنه ما هو ظاهر والحمد لله. هذه ناحية. الناحية الثانية قولك إننا نتجه إلى الوعظ فقط ونترك التحذير من الشرك، حتى ولو كان أهل البلد يعرفون العقيدة ويعرفون التوحيد وليس عندهم شرك، فإننا نذكرهم بالشرك وأخطاره، ونبين لهم وندرسهم إياه من أجل أن يحذروه ويحذرون منه. فالدعوة إلى التوحيد دائما يحتاج إليها ولا تترك، لأنها إذا تركت انطمست ونسيها الناس، فلا بد من القيام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك مع الوعظ والتوجيه.
والإرشاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أردت أن أذهب إلى المدينة يقول لي بعض الناس بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفعل صحيح؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كفاك المؤونة عن هذا التكلف، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فصل على الرسول وسلم عليه في أي مكان، في المشرق أو في المغرب، وستبلغ، يتبلغ هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس بحاجة أنك توصي واحد أن يروح للمدينة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنك. نعم. يقول في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هل معنى ذلك أن الشرطين لا بد أن يكونا مجتمعان في الشافع، إذن الرحمن له وأن يرضى قوله؟ كما سمعتم، إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد ولا يكون من المشركين، فالمشرك لا تقبل فيه شفاعة. نعم. هذا فضيلة الشيخ صاحب سيارة مغلق الشارع باء ألف سين كامري 601، يقول فضيلة الشيخ: هذا حذرناكم منه كم مرة، قلنا لا تضيقون على الناس، تقفون بأبوابهم ولا تقفون بطرقاتهم، إذا ما حصلت موقف عند المسجد وقف سيارك بعيد المكان المناسب، وأنت نشيط والحمد لله تمشي، والمشي أحسن لك من السيارة، بعد تروح لبيتك تمشي كان أحسن لك من السيارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تساهل كثير من الناس بالتصوير وخاصة بالفيديو والجوالات، وبعضهم يظهر عليه سمات الخير، فما نصيحتكم وفقكم الله؟ هذا من الفتنة بلا شك، الشيطان دائما يؤز الناس إلى الفتنة ويقدم أخطر الأشياء ويغري الناس به، فهو هذا من عمل الشيطان، اندفاع الناس في التصوير وغفلتهم عن تحريمه وعن عواقبه وعن هذا من تسويل الشيطان لهم، فالواجب أن يتنبه لهذه الأمور، الإنسان ما هو بحاجة إلى التصوير ولا إلى الصور، أما إذا اضطر إلى الصورة قد أفتى العلماء بجواز ما يدفع الضرورة كالتصوير للشخصية، إثبات البطاقة الشخصية، أو التصوير للجواز، جواز السفر، أو التصوير في الحوادث لأجل إثبات يعني الجرائم من أجل معرفة المجرم، هذه أمور ضرورية وما عداها فلا حاجة إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يقول إن النهي عن التصوير جاء لعلتين: التعظيم ومضاهاة خلق الله، فإذا انتفت العلة جاز التصوير كالتصوير بالفيديو والفوتوغرافي؟ من قال إن العلة انتفت؟ العلة موجودة ملازمة للتصوير دائما، هو مضاهاة لخلق الله دائما وأبدا، وهو وسيلة إلى الشرك دائما وأبدا. أضف إلى ذلك تصوير النساء فيه فتنة ودعوة إلى الزنا والفحش، فالتصوير فيه، أضف إلى ذلك أن التصوير يمنع دخول الملائكة في بيتك، ففيه آفات مهلكات، فكيف ترضى بهذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل فتقول: إن فضيلتكم عندما يظهر له مقال في الجرائد تظهر صورة له مع هذا المقال، وكذلك عند إلقاء المحاضرات في بعض القنوات، فهل هذا دليل على أنكم تقولون بجواز التصوير؟ ليس هذا دليلاً، أنا ما أمرتهم ولا طلبتهم، وإنما هم يأتون أخذوا صورة الشيخ ابن باز وهو يحرم هذا ويحرج من يفعله، ويأخذون صورته في المجامع وفي المناسبات، هذا إثمه عليهم هم، إثمه عليهم هم، أما نحن فلا نرضى بهذا ولا أمرناهم به ولا شاورونا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مما عمت به البلوى الصور الموجودة في الكتب الدراسية. نعم. يقول مما عمت به البلوى
الصور الموجودة في الكتب الدراسية والجرائد وبعض المنتجات والملابس، فما حكم الشرع في هذه الأمور؟ أما أن الكتب الدراسية يصور فيها، أو أن وسائل الإيضاح على السبورة يرسم فيها الصور، هذا لا يجوز. التعليم ولله الحمد يحصل بدون وسيلة محرمة، فيجب على المسؤولين عن التعليم أن يمنعوا هذا لأنه منكر ولم تجسل الضرورة إليه. التعليم ماشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون صور، وماشيتنا الأمور أحسن مما نحن عليه الآن. كان من قبلنا أكثر علما وإدراكا وفهما منا، وهم ما عندهم تصوير، ونحن عندنا التصوير صرنا أضعف الناس معلومات. التصوير ما يقرب ولا يأخر، لكنه فتنة وشر، فيجب على المسؤولين عن التعليم أن يمنعوا، أن لا يجعلوا في وسائل التعليم والإيضاح شيئا من المحرمات وهو التصوير. أما الصور التي على العلب أو على الأشياء الممتهنة التي تطرح وتداس، هذه لا قيمة لها، هذه مهانة، هذه مهانة ولا قيمة لها. وأنت ما شريت العلب والمنتجات رغبة في الصورة، وإنما اشتريتها لأجل البضاعة، وبعد ذلك تلقي الغلاف وتلقي الصفيحة التي فيها الصورة، تلقيها لأن ما لك بها حاجة، تلقى في المزابل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن نائلة اسم صنم، أن نائلة اسم صنم كان على الصفا أو المروة. إساف ونائلة، هنا فهل يحرم تسمية البنت بنائلة؟ وإذا كان موجودا فهل يلزم التغيير؟ إذا كان يقصد بنائلة الصنم فلا يجوز، أما إن كان يقصد نائلة من النيل وهو العطاء فلا بأس بذلك. في أشخاص يسمى نائل، في واحد خبره درس عندنا، في درسنا ودرس غيرنا في الكلية، اسمه نائل، الدكتور نائل، هذا ما في شيء إذا كان القصد من النوال وهو العطاء. أما إذا كان القصد منه تسمية الصنم فهذا لا يجوز، ولا أحد، ما أظن أحد يقصد هذا ولا دريوا عن هذا حتى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول؟ يقولون من أثر فرس جبريل عليه السلام، الرسول يعني جبريل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم ففي ثلاثة: المرأة والدابة والفرس؟ لا تنافي بينهما ولله الحمد، وقد جمع العلماء بينه. أول شيء، عائشة رضي الله عنها أنكرت حديث إن كان الشؤم في شيء، أنكرته عائشة، ولكن الصحيح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الشيء مشؤوما وأنهم يتعدى ضرره على الإنسان من دابة أو دار أو امرأة، هذا شيء يخلقه الله في الطبائع، فأنت تبتعد عنه، تبتعد عنه، لأن هذا من تجنب المحذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا من باب الوقاية، هذا من باب الوقاية. ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الطيرة والعدوى، نفيه للعدوى، فقوله لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي لما كان يعتقده الجاهليون من أن المرض يعدي بنفسه، أما أنه ينتقل المرض بإذن الله عز وجل فهذا موجود. ولهذا نهى عن مخالطة المجذوم، وحينما يقع الطاعون في بلد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في البلد، ومن كان فيه فلا يخرج، هذا من باب الوقاية من الأسباب. كذلك الدار والدابة والمرأة، إذا كان الله خلق فيها الشر فأنت تبتعد عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاحتفاظ بصور الأولاد الصغار حتى يكبروا ويروها؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز أبدا،
احتفاظ بالصور للذكريات أو المناظر أمر لا يجوز هذا. نعم. ويقول: هل يجوز أن أصور أولادي فأرسل صورهم إلى الوالدة لأنني في مكان بعيد وأريد أن تراهم ثم يمزقون هذه الصور؟ هذه هدية سوء، تهدي لوالدك هدية سوء ومعصية، هذا لا يجوز، وليس هذا من البر بوالدتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يستدل البعض بأنه تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور استدلالاً بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أن فيه ثلاثة قبور، فكيف الرد على ذلك؟ هذا سيرد عليه الشيخ رحمه الله في الكتاب اللي معكم، نفس الكتاب سيرد على هذه الفرية. وحاصل الرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته. لماذا دفن في بيته؟ محافظة عليه من الغلو، لأنه لو دفن في البقيع يتزاحم الناس عليه، فدفن في بيته حماية له، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فكان مدفونا في بيته، والبيت على حدة والمسجد على حدة. بعد ذلك أدخلت الحجرة في المسجد، تصرف خاطئ. والرسول لا يزال في بيته عليه الصلاة والسلام، غاية ما هو إن بيته أدخل في المسجد، ولا الرسول في بيته ولا دفن أصلا في المسجد عليه الصلاة والسلام. كيف يدفن في المسجد وهو عند الموت يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هل الصحابة دفنوه في المسجد؟ حتى يحتج هذا القائل، الصحابة دفنوه في بيته، لأن أبا بكر روى لهم حديث لما اختلفوا أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، روى لهم حديث عن الرسول أنه كل نبي يدفن حيث مات، فدفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه تحت فراشه عليه الصلاة والسلام، حماية له من الغلو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض القبور الآن ترفع أكثر من شبر، فإذا أنكرنا عليهم يقولون إنه بعد فترة يهبط وينخفض مستواه، فما رأي فضيلتكم؟ هذا ليس حجة، إذا انخفض يحط عليه تراب ثاني، إذا منه انخفض واحتاج إلى بيان يحط عليه تراب ثاني، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ساب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هل تقبل توبته واعتذاره مع أن صاحب الحق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الحق في هذا لله ولرسوله وللمسلمين، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من قتله حتى ولو تاب، فنحن نجري عليه الحكم في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فإن كانت توبته صحيحة فأمره إلى الله عز وجل، أما نحن فننفذ فيه الحكم الشرعي. نعم، يكفي هذا.